بنشكرهم وبنحييهم. طبعا الحقيقه ان احنا نستعرض الفنون الفولكلور المصري، وبعد الوجه الاول لهذه العمله هي الرياضه والفن، بعد الفن هنروح للرياضه للسكواش مع بطلات مصر اللي احنا مستنيينهم دلوقتي وهنرحب بيهم. هبه التركي 18 سنه المصنفه رقم 45 على العالم، معايا هبه التركي. وعلى فكره هبه التركي في المباراه اللي قبل كده كانت في القاهره حققت مفاجاه وكسبت بطله مصر والمنتخب المصري رنين الوليدي، معايا هبه التركي 18 سنه. هبة كم سنة سكواش؟ 8 سنين. 8 سنين؟ يعني انت دلوقتي عندك 18 سنة. هنقول مثلك الأعلى في السكواش. المصريين. مش هنقول أسماء، كل المصريين. تقولي إيه بقى لكل الناس اللي جاية تشوفك النهاردة هبة تركي؟ بشكركم أوي. بس كده أنت عملتي مفاجأة وكسبتي رنين الوليدي مش كده؟ الحمد لله. حيا حيا هبه التركي. هبه انها ليها طبعا ما تتكلمش قبل المباريات واحنا عارفين كده. يلا نحييهم وجود لك ونتفرج على المباراه القويه.